الراديو 90-90 هواها مصر. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا، مستمع الراديو 90-90، ومكمل معاكم المانيفستو، مكملين حوارنا مع الدكتور مدحت العدل. معلش الفاصل كان طويل شويه، بس يعني هو رجعنا لكم عشان بس سريع. الناس ما تزهقش مننا، نديهم فرصه برضو يستريحوا ونرجع لهم تاني. هنكمل مع الادب السينمائي لحضرتك والقضايا اللي بتتناوله. تمام. اشتبكت مع الحاله الاعلاميه لمصر مبكرا في فيلم اصحاب ولا بيزنس. تمام. كان بداية فكرة الابتعاد عن الإعلام الرسمي ومنظومة إعلام الدولة وظهور شبكات الإعلام الخاص وفكرة البيزنس الإعلامي. طبعا يعني الحمد لله برضو الرؤية مبكرة شوية للفوضى اللي احنا عايشينها دلوقتي، وان ازاي القناة توجه للي هي عايزاه، وازاي تبقى الاعلام الخاص مش ملتزم باي قضايا قومية، والمعنى عنده الفلوس والربح حتى لو ده هيسيء لاشياء مهمة، وده بنشوفه الحياة دلوقتي. فكرة تسفيه العقول كمان. طبعا ما هو ده، ما هي دي، ان انت دلوقتي انا امبارح شايف على قناة القنوات جايبين دكتور رئيس جامعة المنصورة، والحقيقة جامعة المنصورة ومستشفيات طب المنصورة شيء يشرف بشكل غير عادي. بلدي وبلد انا كمان، انا عارف. وانا دعيت سياده الرئيس وبرجوه بدعوه كمان من خلال البرنامج بتاعك، لازم تروح حضرتك تزور الناس دول وتقول لهم متشكرين، لان دول بيشتغلوا بامكانيات حكوميه وعاملين بقعه مضيئه في الطب مش موجوده في اماكن كتيره في العالم بامكانيات حكوميه. يعني فكره الامكانيات الحكوميه اللي مش موجوده فاحنا هنعمل ايه اللي موجوده في مصر؟ لا، دول عارفين يعملوا حاجه محترمه جدا. فانا بقول بحييت البرنامج اللي جابه وبقول له متشكرين ان انت بتجيب برنامج زي ده، لان انت لما بتجيب برنامج زي ده وبتجيب ضيف زي ده بيبقى شيء مهم جدا جدا ان احنا ندي مثل وقدوه. مش لازم انا كبرنامج عشان اجيب لايكات واجيب الحاجات اللي احنا بنقولها دي، او ما اجيب اتنين يضربوا بعض كوبايات ميه عشان او افتعل مشكله على الهواء اعلاميه علشان الناس تتفرج على اليوتيوب. ده اعلام يتفه او يسطح العقول، وبيبعدنا عن اللي احنا الاعلام مفروض دوره ما يبقاش كده خالص. شايف دور الاعلام ازاي؟ مفروض يبقى ازاي؟ دور الاعلام ان تحاول ان تقدم شيء ايجابي للناس. اولا الاعلام مش لازم على فكرة عشان يبقى مسلي يبقى تافه، ولا الاعلام الجاد اعلام دمه تقيل. انا ممكن اقدم اصعب القضايا، ما انا قدمت في اصحاب ولا بيزنس فيلم على فكرة نجح جماهيريا جدا، انا بتكلم على القضية الفلسطينية. فهي الشطارة ازاي تقدم اعلام. كان ظروفه كمان مواجبة للانتفاضة. ده انا عايز اقول لك بس على حاجة، لما حد شاف الفيلم في نسخته الاولى او انا بكتبه لسه قال لي ما احنا كل يوم نشوف المناظر دي على التلفزيون، ففي الاخر الناس حصل لها تشبع، يعني الناس هتشوف ايه؟ قلت له هناك فرق انك تتفرج على حد ما تعرفوش وتتفرج على حد اربطك بيه في الفيلم فتبكي لما يموت في اخر الفيلم. هذا هو الفرق. فالاعلام او الفيلم او الفن او اي حاجة تستطيع ان تقدم جانب محترم ويفيد الناس والمسلسلات وكل حاجة في قالب الناس تتقبله وتحبه وتقبل عليه. فيلم مافيا بيتكلم عن الانتماء وبيتكلم عن ازاي تحب بلدك، وبيتكلم على شهداء المخابرات، والناس كلها اتفرجت عليه وعمل على فكرة نزل مع الليمبي وكسر الدنيا زيه زي الليمبي بالظبط. اذا الناس هو ده الاعلام من وجهة نظري. لكن ان انت تستخف بعقول الناس وتضيع وقت الناس وتقدم نموذج سيء، انت بتعمل حاجة ببساطة شديدة. ما بتقدم رجل من جيلي بهذه الاخلاق المسفة على التلفزيون، انت بتدمر جيل كامل بتفرج عليك. انا رافضك لان اذا كان ده جيلكم انا مش عايزه. فانت بتعمل حالة انفصال بين الاجيال، وبتخلي الناس لا تؤمن بالوطن ولا تؤمن بالناس اللي في سننا، رغم ان في مليون حد تقدر تجيبه ومحترم وتعمل حلقة حلوة جدا والناس تتفرج عليها، بس بتقدم نموذج طيب ومحترم. نسمع اصحاب ولا؟ طبعا. 199 على SMS او صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا، مستمع الراديو 90-90، ومكمل معاكم المانيفستو، مكملين حوارنا مع الدكتور مدحت العدل. طب دكتور، حضرتك وجهت انتقادات للاعلام، انت كان ليك تجربة اعلامية. تمام. ليه ما قدمتش ده في تجربتك؟ مين قال اني ما قدمتهاش؟ انا انا قدمت ايه في برنامج انت حر؟ انا قدمت علماء شباب، وقدمت فنانين في حوارات مختلفة. الحوار اللي عملته مع نور الشريف
اتذاع على جميع القنوات وتنشر ونزل نشره اخبار ونزل. بالعكس انا كنت قدمت كومبارس السينما المصريه للناس ما تعرفهمش بيشوفوهم، عملت 3 حلقات عليهم. شايف ان البرنامج ده ملهم لبرامج تانية من غير يعني ما نسميه؟ لا يعني انا كنت اول واحد لان انا حياتي كلها نوستالجيا، فانا قدمت ده، قدمت بوجو وطمطم في رمضان، جبت الشاهد والدموع الله يرحمه محفوظ عبد الرحمن والنجوم دول، فانا كنت بحيي نجوم زمن ما عادوش موجودين او بقوا موجودين واعتزلوا. كنت عايز اجيب نجوى ابراهيم عشان تعمل البقلز، فاقصد فكره النوستالجيا دي انا عملتها عندي، فكره ان انا اقدم شباب جديد بياخد دكتوراه. انا جبت ولد سنه 20 سنه واخد دكتوراه في النانو تكنولوجي من انجلترا اسمه محمد مصطفى، ما زلت اتذكره. فانا طول ومع ذلك البرنامج كان الحمد لله كانت مشاهدته عاليه جدا هنا وفي الوطن العربي، فقدمت التجربه دي وكان برنامج مسلي ولذيذ، وجبت الاندر جراوند باندز كلهم غنوا عندي، وعملت وجبت ستار اكاديمي، عملت الحلقه اللي طلع فيها مصر عملتها على الهواء. انا قدمت كل ده. حبيت تجربه التقديم التلفزيوني؟ حبيتها لحاجه واحده بس، ان انا لما انا كنت بطلع بشخصيه مدحت العدل، انا مش مذيع يعني، انا بقول على الهوا انا زملكاوي. ما بيحصل حدث انا خايف عليك والله من الموضوع. اسمعني بس. لما بحب حدث لا اصل الناس بتعرفش واحنا بنتفق على الحلقه كويس، الدكتور مدحت قال لهم الزمالك بيلعب دلوقتي بعد ما الماتش يخلص نتكلم يعني. ما بالظبط كده، رابط حياتك انت كده. عارفين كده على فكره الناس كلها عارفه كده. فانا كنت بطلع في البرنامج بشخصيتي. انا لو عايز اقول قصيده شعر بطلع اقول قصيده شعر، فالحكايه دي بتديك بس فرصه. انا لما بحب اقول رايي بضطر استنى عشان اقول مسلسل او اقول فيلم، لكن وجودك اليومي في الاحداث السخنه اللي بتحصل والتعبير عن اللي انت عايز بتقوله. وانا اصلا كنت انا مش بروفيشنال، انا كنت بتعامل بطبيعتي يعني. اما المخرج كان يقول لي مثلا سلك الميكروفون باين، اقول له ما الناس على فكره على الهوا، على فكره الناس عارف ان انا بتكلم ميكروفون يا سيدي اهو السلك. فانا كنت بتصرف كاني ببيتي، والشعور ده كان بيوصل للناس اللي بيقولي. انا حبيت التجربه جدا جدا، مرهقه طبعا. وعلى فكره فكرت هذا انا بحعدها فعلا، مش بقول كلام هعيدها. وقريب ان شاء الله بعمل برنامج اسمه رصيف نمره 5 ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. وتقدر بصوت عمرو دياب بس عشان الناس تبقى. لا 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 مسلسل طبعا كسر الدنيا. اقول لك ان احنا ما عدناش بنبص لنفسنا في المرايه يعني. في ناس بقى بتقول لي ايه معقوله ده موجود في مصر؟ يا جماعه احنا كنا بنسمع زمان عن دكاتره بتاجر في الاعضاء، دي عمرنا ده الدكاتره دي كانوا بالنسبه لنا واحنا صغيرين حتى طلبه في كليه الطب. دكتور احمد البنهاوي يا نهار ابيض. عمرك سمعت عن قاضي مرتشي؟ على ايامنا ما كانش فيه الكلام ده خالص. بيت القاضي ده يعني القاضي لو عدى نستخبى. اذا حصل تغيرات في المجتمع المصري مرعبه، لازم نقول ان احنا ما بقيناش احنا، ولازم نقف قصاد بعضنا شويه. انا بقول للرئيس الجمهوريه ده ربنا يكون في عونه، استلم بلد بلا مؤسسات، بلد الفساد يضرب في كل مناحيها، بلد الشخصية المصرية نفسها اتغيرت. اللي كنا بنقول مصر ده جدع ومفيش الكلام ده. الدكتور مدحت العدل اللي بينتقي مفرداته يقول ملعون ابو. بعض الاحيان بتبقى عايز تفوق الناس، انا بعرف اقول ايه كويس. بقول لحضرتك بتنتقي مفرداتك. بس هنا في بعض الاحيان يا جماعة يا مصر بقيمتها دي ينفع تتحارب من بلاد هي اللي عملتها؟ لا ملعون ابو الناس العزاز. ده في بلاد معلش مش هسمي يعني، احنا كنا بنودي لهم الاكل والشرب والتعليم والصحه ومعجون الاسنان والحاجات. ينفع البلد دي تتطاول على مصر؟ لما تتطاول على مصر افهم من كده ان ملعون ابو الناس العزاز كانت اغنيه وطنيه احنا مش عارفين؟ مش وطنيه. لا امال مش وطنيه، استود سياسيه يعني سياسية. لا مش اغنيه وطنيه، بس هي بتضرب في كل الاتجاهات. الناس العزاز في حياتك في بيتك في محيط دولتك اللي طلعوا عندها بامتياز، لا ملعون الناس العزاز طبعا يعني. طيب نسمعها ونرجع تاني.